هذا برنامج الانتكار، يدور الشبكة ضعيفة، فتح اختار البلد تركيا، نعم، ثم اختار المدينة طرابزون. الأفضل أنك تنزل لأنه بالبحث هذا البحثات ما يطلع. طرابزون، نعم، تاريخ من 1 إلى 12، كان استلام السيارة مطار طرابزون، ثم يعيد عليك التأكيد نعم مطار طرابزون. في خيار بعد تقدر تحطه مكان مطار آخر. الآن يبحث في الشركات، هذه أحد السيارات، هذه هيرتز، هذه الشركة الزرقاء الناس يسمى، لكن ما أنصح بها. يأخذون تأمين كثير الناس، الشركات تأخذ 500 إلى 600، هذا يأخذ 1005. أنا أدور على أوفيس، على أوفيس، نعم هذه أوفيس فيات جيدة، غير ثماتيك، مكيف، هذا 5 مقاعد، تكييف، حقائب، يدوي، لازم يكون الجير يدوي، هناك في طلعات شوي، فأحسن يكون يدوي، ديزل طبعا، نعم، طبعا في تأمين تدفعه اللي هو ما بين 500 إلى 600 ريال. هذا نبدأ الحين في البحث عن الفنادق على بوكينج طرابزون. فبدور فندق أندلس من تاريخ 1 إلى 2 تاريخ الوصول. هذا بحط طلع لي النوفوتيل سعره 1278، هذا الأندلس سعره 591 ليلة، جيد بالنسبة لي، شغل فندقية، مكان ممتاز. يبحث الآن، نعم شبكة شوي، نعم صبري كهوة، فيه ما عليه يبحث. أيوة دخل الآن، هذه صوره، هذه صورته من الخارج، عنده مواقف طبعا، وراه في سنتر صغير ما يبعد عن المطار إلا يعني 3 دقائق، ويبعد عن سنتر المدينة 10 دقائق. طلعنا منه الآن توجه إلى أوزنغول، نبحث عن فندق، وهذا فندق حق طرابزون ريال كينج، هذا العريفي لما سكنه ارتفعت أسهم هذا الفندق، وهو جيد، موقعه جيد. الآن أبحث لك عن فندق أوزنغول سكالا، سكالا جدا جيد، مطل، تعاملهم جيد، كوخ خشبي دورين، كل طبعا كل عدد الأشخاص اللي هو هذا سكالا، قدامه روض خضر، يعني مساحة فيها ذرة، وثم هذا سكالا، وهذا المطل قدامه المسجد والبحيرة. الآن سكالا جيد، وفي خلفك المقهى المشهور خلفك كذا بتقريبا بنص كيلو، تقدر تروح له مشي لكنه في الطلوع، أو تروح له بالسيارة أفضل. نطلع من أوزنغول بعد مدته ونتوجه إلى آيدر، سفح آيدر المشهور، طبعا في بوابة على دخول آيدر 9 ليرة أنت السيارة. تاريخ الآن حط لك 12 يوم طبعا، من 1 إلى 12 هذا السفح. أنا بالفندق هذا، لأن هذا هو على السفح ومطل، يعني بيكون إطلالته كنت مشيك السنتر قدام، وكل مطل قدام، كل بحي والشلال على اليسار، هذا هو الفندق. في نعم صغير كذا وجيد، شوف فنادق حوله، تقدر هنا تقدر تشوف غيره، لكن هذا اللي أنا يعني أرشحه. ثم بنطلع وبنرجع إلى طرابزون من تاريخ 6 إلى تاريخ 8، بنروح المناطق اللي حولها، هامسكي وآيدر وبحيرة سيرغول. الآن اختار، شوف هذا فندق ريال، فندق تحت أندلس، تقدر تختار بينهم. ثم بنطلع من طرابزون وبنتوجه لأبعد نقطة اللي هي أوردو. أوردو منطقة جميلة جدا، فيها الترفريك وفيها مطل أوردو، وفي جنبه بارشمبا، بنطلع على اللي هي تبعد 2 ساعات طلوع، هي تبع سامسون، لكن هي بلدية سامسون، لكن هي أقرب إلى أوردو. هذا فندق ذا ويسبي، من أشد أجمل الفنادق، يفتح على البحر الأسود وعلى التلفريك وخلفه السنتر. أيوة، ثم بنعود إلى طرابزون، نمكث فيها الراحة، ثم العودة إلى الوطن.